مشاهدي الاعزاء مساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وزمن الرياضه في هذا الاسبوع العديد من المواضيع والاحداث داخليه واحداث خارجيه، حيكون معنا اكيد الزميل سالم سعيد. ولكن ابرز الاحداث اللي حنتحدث عنها مواجهه المريخ وضيفه الهلال غدا باستاد الخرطوم، يعني الحديث عن المباراه تقام باستاد الخرطوم بالدوري الممتاز، وخساره منتخبنا الوطني لكره القدم امام جنوب افريقيا بهدف في تصفيات افريقيا الكاميرون 2021. وزي ما قلت حيكون معنا الزميل سالم سعيد باذن الله سبحانه وتعالى. بدايه بنرحب بالكابتن خالد الزومة اللاعب الدولي ولاعب نادي الهلال السابق. كابتن خالد مساء الخير. مساء النور عليك يا استاذي العزيز، ومرحبا بكل مستمعي او مشاهدي قناه الشروق الفضائيه، وبالتاكيد سعيد بالتواجد معكم في هذه اللحظه. اهلا ومرحبا بك. وبدايه نحن حقيقه يعني يمكن بمزيد من الحزن والاسى بننعي الاداري والقطب الكبير الهلالي الاستاذ سكرتير الهلال الاسبق ادريس الحاج المعزل، اللي كان حقيقة هو واحد من الرياضيين المطبوعين والمعروفين واللي قدم جهد كبير لوطنه لنادي الهلال، وأيضا كان رئيس لاتحاد السباحة الأسبق. وبنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، ونقول لكم البركة فيكم كابتن خالد، وربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. ربنا يرحمه، قدم للوسط الرياضي لم يستبق، وقدم يمكن طول حياتي كثير للرياضة خصوصا نادي الهلال. نعم. الرحمة له والمغفرة إن شاء الله، والجنة والخلود إن شاء الله، والصبر لآله وزويه. آمين. ونحن بنعزي زميلتنا إيمان المعزل، والد الزميلة إيمان المعزل، بنقول لها البركة فيكم وتعزية للأسرة عبرك، وربنا يرحم ويغفر له والجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا بمزيد من الحزن والأسى بنعي أو تنعي أسرة البرنامج الزميل الشاب الإعلامي الصحفي صلاح ياسين اللي وافته المنية صباح الجمعة. وحقيقة نحن لما ننعي الزميل صلاح ياسين بننعي يعني فيه أنفسنا والرياضيين بصفة عامة والإعلاميين أيضا وأسرته ومعارفه، وبنزل الله سبحانه وتعالى يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. زميل صلاح حقيقة واحد من الشباب الإعلامي اللي قدم كثير للوسط الإعلامي والرياضي والفني، وحقيقة يمكن لحظات صعبة أستاذ خالد. نحن بنقول ربنا يرحم الزميل صلاح ياسين اللي هو حقيقة عانى مع المرض بصورة كبيرة جدا، يعني الفترة اللي فاتت يمكن هو عانى معاناة كبيرة، نتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يخفف بها ذنوبه ويجعل الجنة مثواه. عزيزنا الأسرة، أسرة الإعلام غاطبة والإخوة في جريدة الرأي العام، بالتأكيد فقد كبير جدا. نعم. رحمة الله عليه، نسأل الله أن يكون مرضه كفارة له وذنوبه إن شاء الله، ويجعله من أصحاب الجنة إن شاء الله رب العالمين. طيب خالد، يمكن ده بيقودني لشوية كلام عن الوسط الرياضي والإعلامي. حقيقة يعني يمكن الأخ والزميل صلاح ياسين يمكن فترات طويله كان يعني طريح الفراش، يعني انا بسال وين نحن كاعلاميين وين نحن كرياضيين من مثل هذه الاشياء. للاسف الشديد يعني يمكن عندما تشتد المصايب والمحن، نعم، وتصل للمصير الحتمي افتقد كثير جدا المجتمع شخص غالي اللي يكون قدم للمجتمع عصاره شبابه ويمكن رايه وفكره. الناس لا تجدهم الا في قليلين يعني مثل هذا التواجد كهذا. دي يمكن قبل ان ننعي المتوفي ننعي الوسط الرياضي ككل في المسائل الاجتماعيه. اعتقد بانه الترابط الاجتماعي ظل ضعيف جدا، يمكن تكاد تكون هنالك دوائر في الانديه وفي المؤسسات الرياضيه اسمها الدائره الاجتماعيه. للاسف الشديد غابت غير مفعل في دور الفاعل المنظور انها تقوم به تجاه كل هذه القضايا. نعي لا ليس يكون قاصرا عليه الشاشات المرئيه، بل ان تكون يوم هذا يوم يكون اسود حالك بالنسبه للشعب السوداني وقبيله الاعلام. نعم. وقبيله الرياضيين ككل في ادريس حاج المعزل، وبالتاكيد هذا الفقد فقد للسودان ككل. نعم. وده ما اكلمك بان الوسط الرياضي اصبح الان
في تفكك في الاسره الرياضيه في النواحي الاجتماعيه للاسف الشديد. الواحد بيقول الكلام ده ويحتصر الم كثير جدا في انه يقول عندما نفقد عزيز نجد ان الوسط الرياضي، لكن على الاقل منه يمكن هذا التواجد من القبيله الرياضيه يخفف كثير جدا على اعباء الاسره. نعم في تخفيف مصاب، المصاب ليس بالسهل بالتاكيد، فقد الشخص عزيز يمثل يمكن قمه الحزن وغايه الحزن بالنسبه للاسره. نتمنى ان يكون اسرهم في الصبر والسلوان والدعوات لهم بالرحمه نعم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ولاسرهم الصبر وحسن العزاء، وان شاء الله يعني يمكن دي تبقى للناس عظة وعبرة. ونحن في ظروف غاسية يعني اقتصادية، نتمنى ان الناس تقف مع بعض، وخاصة احنا الوسط الرياضي عرف بهذه الاشياء الجميلة والكريمة. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل الجنة مثواهم باذنه تعالى. كابتن خالد، خسرنا فردين في الوسط الرياضي، وخسرنا ايضا كمنتخب وطني امام جنوب افريقيا بهدف، وتراجع منتخبنا الوطني. يعني لعلكم في قناة الشروق دائما ما تصيبوا كبد الحقيقة في كثير جدا من الأمور، دي الحاجات اللي ممكن تكون هي من أساسيات الإعلام. نعم. إنه نحن كيف في الوسط الرياضي نتماسك نتضامن نتكافل، ما يجب أن نقوم به الوسط الرياضي ليس هو مشاهد كرة القدم والمدعى والرياضة في كل مناحية، وإنما في كل مناحي الحياة أن تكون متواجد الرياضيين. نعم. وأسرة، لأنه إعلام الدولة في الإعلام والرياضة، أو بروز الدولة في إعلامه وفي رياضة، في تطور رياضتها، في تماسك إعلامه، في الظهور في كل المناسبات. نعم. خسارة المنتخب الوطني أعتقد بأن قد تكاد تكون هي أمام منافس. نعم. بالنسبة لوضع جنوب أفريقيا يمكن قد تكاد تكون منطقية للحد الكبير، ولكن في اعتقادي بأنه الكثيرين كان ينتظر أنه تيجي إيجابية أفضل للمنتخب الوطني عطفا عليه. اللقاء الاول خسبه في السودان امام ساتومي بنتيجه رباعيه، فاعتقد بانه الكثيرين كان جدا يعول بانه المنتخب عاد لسكه الانتصارات، ولكن انا افتكر انه خساره جنوب افريقيا تكاد تكون هي تكون منطقيه بالنسبه للفوره الكبيره من حيث التطور الطبيعي بالنسبه لكره القدم واعتمادها عليه. عناصر في جنوب افريقيا هي عناصر التكوين مرت بالمراحل الاساسيه لهذا المنتخب. تدرج من منتخب صغير للمنتخب الاولمبي، ثم منتخب الشباب، ثم المنتخب الاول. نعم. وبالتاكيد يمكن الكل يرى بانه منتخبنا كان ممكن يخسر باكثر من هدف، ولكن افتكر بانه استبسال الدفاع وحارس المرمى كان له دور كبير جدا، ابو 20 بالذات في هذه المباراه. لعب مباراه كبيره جدا جدا وانقذ اهداف كانت تكون محققه، لكن السيطره كانت واضحه، الاسلوب الدفاعي اللي انتهجه المنتخب الجهاز الفني افتكر بانه هو ساعد كثير جدا من الفريق، وضح بانه سيعتمد على نتيجه التعادل، عدم التفكير في طريقه الانتصار. وفي حد ذاته انت لما تسعى للتعادل يجب ان تكون لديك اولويه في انك تباغت الخصم، تصل لمرمى على الاقل تقدير حتى تجعل الخصم يتراجع يبحث عن كثير جدا في انه يعود للمباراه، وتحط ضغوط في نفس الوقت، تحط ضغوط جماهيريه وخلافه. نعم. خصوصا انه عم عرض عوام الارض والجمهوريه العوامل المؤثره بالنسبه للاعبين. نعم. كما كانت في السابق. نعم. الان انت في تصفيات تحتاج، لانه وضع السودان الطبيعي بانه يكون من الدول المنافسه، لكن نحن التطور الطبيعي للكره في جنوب افريقيا شيء طبيعي، اصبح الانتصار هذا يمكن مقبول جدا، خصوصا الكل كان يفكر بانه انتصار بكثير بعد دي من الاهداف، ولكن خسارتنا بهذا قد تكون بعض الشيء مقبوله، ولكن هنالك اخطاء كثيره جدا في هذا المباراه يجب كان على الجهاز الفني داركم، كان يمكن نخرج بافضل من الخساره. نعم. تفتكر انه المدير الفني يعني كانت مشكلته في التشكيل ام في التبديل ام في طريقه اللعب؟ من غرائب هذه المباراه بانك انت اعتمدت على الاسلوب الدفاعي، ووجدت لاعبين هم اصحاب نزعه دفاعيه كلاعب الشغيل في دكه البدلاء. كان من الاجدى والافضل بانه الاستبدالات ان تكون هي محل بدايات التشكيل. نعم. وخلافه يمكن المعطيين اللي كان فيهم غرابه كبيره جدا في المشاهد بانه سموه التوايد كعنصر ظهير ايسر، فوجود عبد اللطيف جوي صاحب الرجل اليسرى كان يمكن يكون الخارج يدافع باي لاعب مدافع في خرط قلب الدفاع. نعم. وده هذا ما يمكن اوجد بعض الخلل الواضح. نعم. في التركيبه. نعم. الدفاعيه حتى. نعم. وضحت من خلال الهدف اللي يمكن دخل مرمى المنتخب السوداني كان يمكن خطا مشترك. نعم. كبير جدا جدا في الوقفه في عمليه ابعاد الكره في المنطقه الخطره بالاسلوب السليم خارج منطقه الجزاء. نعم. لكن افتكر يمكن هي عيوب كبيره جدا يعني كانت واضحه جدا، دي اهداف مهدره كثيره جدا كان للمنتخب. نعم. الجنوب افريقي. نعم. لكن الواضح بانه قدرات الفريق السوداني كانت متمثله في بعض القدرات الفرديه لبعض اللاعبين، ايجاد حلول. دي إشكالية انه المنتخب عندما يكون يلعب مباراه خارج ارض يركن الجهاز الفني لانه يلعب دفاعيا بعرضيه كبيره للمدافعين دون مهام
الدفاع الاساسيه، مهام الدفاع الاساسيه يجب ان يكون في عند موضع الكره الضغط على الخصم، محاوله استخلاصها، المطارده، المزاحمه، استخلاص الكره من الخصم، لكن دي كانت ما كانت موجوده، كان في مساحات كبيره في 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 خطوط المنتخب السوداني للاسف الشديد، رغم ظهور جيد من ناحيه بدنيه، لكن هنالك تشتت ذهني كانت في الادوار، لذلك يمكن انتهت كثير جدا من عالم المنتخب، وضحت سيطره الجنوب افريقيا بكثير جدا، لولا يمكن شبكه الجنوب افريقيا لكانت الفرص المهدره يمكن كانت يعني هو اللاعبين احنا دفاع كاسماء يعني ما لاعبين كادوار ومهام كمهام، حتى الطريقه في تنفيذ انا افتكر بانه هنالك اعباء في طريقه الاتصال في الناحيه الهجوميه بالنسبه للوسط المتقدم الهجومي اذا كان متمثل في اللاعب محمد التشو، لاعب نعرف انه مهاري لكن الركض في مباراه هذه يحتاج للاعب لديه القدره البدنيه الكامله لاستكمال 90 دقيقه بشكل عالي جدا، تنتقص من مهاراته بتقل غله او انخفاض الناحيه اللياقيه بالنسبه للاعب، تقلل كثير جدا من مهاراته المطلوبه انك انت تدي بها بعض المهام الفرديه من خلال المنظومه اللي تحتاج لها المدرب للعمل بها في هذه المباراه، الخروج بالنتيجه كان ينتظر الكل او ينتظر المدرب نفسه بانه هو يحتاج للتعادل في هذه المباراه لضمان خطف البطاقه، وبالتاكيد مباراه جنوب افريقيا ليست الاخيره لكن يحتاج الفريق كثير جدا لاعاده ترتيب اوراقه في مباراه غانا المقبله، لانه اما المسار نتيجه جيده المسار للامام في هذه البطوله، واما ربما تحصل بنا الخساره للخارج. يعني ابعاد الكره لبوي كانت يمكن بطريقه كثير جدا من الوكالات، كثير جدا من النقاد يتكلم عن الابعاد كان بطريقه خاطئه جدا. وطبعا لاعب كره القدم في كل الاحوال يمكن ان يخطئ في المباراه، لكن نحن نعيد لنعيد حتى التشكيل الطريقه اللي وصلت بها الكره للمناطق خط الجزاء الفريق المنتخب السوداني. كيف وصل الكره؟ في حينك تعتمد على اسلوب دفاعي، يجب ان يكون تعرف ان جنوب افريقيا كانت تعتمد على اطراف في سرعه التمرير، التمرير الارضي والتمرير القطري الطولي، لديه لاعبين صاحب مقدرات في امتصاص الكره والتخزين. فيجب كان تكون هناك اسلوب مدافع، لكن من عيوب نحن مدافعنا السوداني اللي الكثير يتحدث عنه هنالك عدم تقدير، لانه الكره دي ممكن تشكل الخطوره المثلى، ويقول لك انه يعني ليس بالعيب بانك انت تترك المهاجم ان يحرز هذا، لكن من العيب جدا انك انت تصنع للمهاجم فرصه احراز الهدف. نعم دي الاشكاليه الحقيقيه يمكن يمكن غرت نحن للخساره، وافتكر انه هي نسبه الاخطاء وارده، لكن يجب ان يكون لاعب في مثل قيمه اللاعب بوي خبرته وبالتاكيد هو يمكن غايد المنتخب. نعم وافتكر بانه لحظه شروط ذهن يمكن تكون للاعب، عدم تقدير في انه الكره تبعد في اي اتجاه وكيفيه الابعاد، حتى وجود المدافعين ايضا يعني عدم وجود مدافعين مساندين يعني في لعبه الوسط كان ممكن في اللمسه الثانيه الكره كان يكون متواجد لاعب اخر، يعني المنطقه الدفاعيه امام المرمى خط 18 يجب ان تكون متواجد فيها لاعبين بكثره، خصوصا الابعاد ليس من كره ثابته يعني كره عاليه هوائيه، هي كره مستوى ارضيه. نعم وبالتالي كان يجب ان يكون هناك لاعبين لحمايه اللاعبين اللي يمكن يصووا من خارج المنطقه، ونعلم تماما لاعبين جنوب افريقيا، ودي يمكن جزئيات قد لا يكون يتحسب لها الجهاز الفني بانه نقلل كيف نقلل اخطائنا. نعم في مثل هكذا اهداف، لكن واضح شوف اكثر من اكثر من اكثر اكثر من يعني هو هو كان يعني احتمال قصد اللاعب احتمال خاف انه اذا حاول يطلعها كورنا يمكن تقلش تقلش تدخل هدف عكسي في هدف عكسي في 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 مرماه، لكن تفكير اللاعب في لحظه الكوره قد يكون طبعا الكوره اكثر من تفكير اللاعب بالتاكيد. نعم ويقع كثيرين جدا يمكن لاعبين حتى عالميين يقعوا في مثل هذه الاخطاء، لكن يجب ان تكون هي عظات كبيره جدا للاعبين كيفيه التعاون، الوقفه بالمناسبه من اهم حاجه الوقفه داخل من زاويه الكوره يجب ان تكون للاعب المدافع عشان لا يقع في خطر في انه يحرز هدف عكسي في مرمى او يبعد الكره في مناطق خطر ممكن خطر يجب ان تكون في الوقفه الصحيحه، ودي يمكن ما اختل فيها التوازن بالنسبه للاعب عبد اللطيف في هذا رغم خبراته الكبيره جدا ورغم اداؤه الجيد في هذه المباراه. طيب في عدد من اللاعبين الناس كانت بتتكلم عن عدم مشاركتهم زي اللاعب ياسين حامد، يعني في كثيرين جدا بيتحدثوا عن عدم مشاركه. انا يمكن كان الجهاز الفني قد يكون اعتمد على نفس الاسماء السابقه اللي كان بيكرر دائما مشاركتها، لكن انا افتكر بانه حتى استجلاب هؤلاء اللاعبين لاضافه المنتخب السوداني كانت اضافه نوعيه تحتاج فعلا تشكيله، وانت عندما تلعب مع فرقه جيده زي المنتخب الجنوب افريقي تحتاج لاستحداث بعض اللاعبين اكتشافه، وبعدين هنالك اشياء في اللاعبين محفزه، دوافع المشاركه في هذه المنافسه الكبيره، المنتخب الجنوب افريقي ايضا المنتخب اللي وضعه عندما تشارك تسهم كثيره جدا في رفع، وبالتالي كان هناك لاعبين لديهم تحفز، كان يجب ان يستثمر الجهاز الفني من هذه المقدرات، ويمكن ان تحقق الاضافه كانت الكافيه بالنسبه للجهاز الفني، ربما يستكشف شيء كان يكون بعيد عنه، لكن ابتعاد اللاعبين عن المباراه ربما يكون هو تفكير الجهاز الفني. نعم. وربما التفكير في عدم تغلق الخساره كانت دوافع كبيره جدا، نعم انه لاعب مهاري لاعب ياسين لاعب مهاري ولاعب جيد لاعب في التحكم في التمرير لديه قدرات جيده جدا جدا.
لكن ليست لديه التجارب الكافيه في المباريات حساسيه في المباريات بالتحديد كده. نعم يا كابتن خالد، يعني حكايه انه هو يعني انا ما عارف، يعني هو لاعب جاي من دوري من يعني بلد اوروبي. انا ما فهمت حكايه تتحدث عن انه محبط، يعني كيف تكون محبط وانه يعني مهما كان قدراتك، يعني في كثير من الاشياء بتجعل المدرب التشكيله في ظروف. هو لاعب ما لعب يعني يمكن ولا حتى مباراه تجريبيه دوليه يعني مع المنتخب. للاسف ده ياكد لك بانه نحن اشيانا دائما عندما تحدث للمناسبات فقط، يعني نعم. التفكير ده كان يمكن يكون قبل فتره كافيه جدا، نعم. لذلك ادخلت اللاعبين في حته امام صراع رغم احترافيتهم في اعلى المستويات الاوروبيه، ادخلت اللاعبين نفسهم في تحدي في انه يثبتوا ذاتهم انه اختيارهم لم يكن من فراغ نعم. وبالتالي مباريات تنافسيه على مستوى عالي امام جنوب افريقيا او غانا وخلافه تضع اللاعب تحت ضغوط كبيره جدا جدا، نعم. لذلك حتى تفكير الجهاز الفني رغم الخبره الاجنبيه اللي تحدث عنها في الكرواتي، فانا افتكر بانه قد تكون هي كانت بالنسبه لهم منطقيه عدم اشراكهم كاساسي، لكن كان دفع بينهم في جزء المباراه كان مهم في توقيت المباراه، خصوصا عندما انت تكون متاخر في المباراه، نعم. يمكن تدفع بينهم او لاشياء تكتيكيه ممكن تحدث التغيير الفني، نعم. يمكن تفهم اللاعبين ان انت وقفت على كثير جدا من امكانيات هذا اللاعب، وكانت تحتاج المباراه، نعم. مباراه في وقت من الامكان كانت تحتاج مثل هذا اللاعب، نعم. لانه اللاعبين الموجودين في المباراه بذلوا مجهود كبير جدا، كانت تحتاج لاضافه نوعيه لاعب لديه قدرات دوافع اللي شاركه في المباراه كان يمكن يغير كثير من شكل. بتفتكر انه الحديث اللي بيدور عن عدم استمراريته والمطالبه باغاله المدرب، هل بتفتكر انه الوقت مناسب الان او بتفتكر انه يجب من الامثل انه يغادر المنتخب السوداني؟ انا بفتكر بانه نحن نكون ظلمنا السودان اولا وظلمنا هؤلاء اللاعبين، لانه يعني نقصهم في فتره قد تكون هي بدايات مشوارهم لنيل شرف التمثيل، نعم. ودي لانه حتحرمهم من اشياء كثيره جدا في 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 في, في اوروبا باعتباره اللاعب ده وصل لمرحله انه وصل بلاده، وبالتالي حتميه انه يكون متواجد مع منتخب بلاده دي اصبحت شيء من السر، لكن عدم مشاركته تنتقص منه كثير جدا في مشاركته مع ناديه في المنافسات الاوروبيه، نعم. عندما وجد نفسه كثيرا في بنش البدلاء في المنتخب ولم يشارك اساسي تنتقص من سيرته الذاتيه في 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 ناديه والاحتراف الاوروبي او للاحتراف الاعلى في اوروبا مستوى اسبانيا او ايطاليا وخلافه، هو لاعب مبتدئ اللي قد يكون له امكانيات اللي يمكن حالته انه يلعب حاليا في الدوري الاوروبي لكن يطمح في الدوريات الاوروبيه الاقوى، نعم بيجعل من خلال مشاركته مع المنتخب ممكن تضيف له هذه الجزئيه، وعدم مشاركته يمكن يترك الاثر السلبي اللي هو لا يتمناه، وبالتالي حتى اختلاف هذا الرؤى يمكن ان يؤثر على اللاعب كثير جدا في مسيرته الاحترافيه. انا اتحدث عن لكن المدرب. تتحدث عن المدرب تتحدث عن المدرب. المدرب انا في رايي يمكن كثير جدا من النتائج السابقه كانت كفيله جدا بانه تحدث التغيير، لكن يعني الاخوه في الاتحاد العام انا احنا تحدثنا عن انه يجب ان تكون هنالك اللجان الفنيه هي فقط الاتحاد العام من تحدد كيفيه ونوعيه وجوده المدرب اللي يمكن يستمر مع المنتخب السوداني. نحن كثير جدا من خلال نتائجنا نحن حققناه يفتكروا بانه هو المنتخب وصل، لكن المنتخب الان في عمليه مشاركه عمليه اختيارات متجدده من فتره لحين، عدم ثبات التشكيل الفني، عدم دي اشياء المدرب الان يمكن كل المنتخبات هو تحت اشرافه، المنتخب الاول، المنتخب الشباب، المنتخب الاولمبي، نعم. كمدير الفني للمنتخب السوداني، نعم. لكن لنعود بال 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 بال, بال, بال كيف الروليت بتاع هذا المدرب مما بدا مع المنتخب حتى لنتائجه ووصوله لمرحله احرازه للبطوله، تكاد تكون النتائج هي سلبيه للحد الكبير جدا، صفر، المحصله صفر، ودي ما يشكل بانه يجب ان ناخذ هذا الامر للدراسه ونكون امينين جدا في انه نحن نولي الحقيقه من يحتاج ان يكون هو على راس الاداره الفنيه بالنسبه للمنتخب الوطني السوداني. هذا المدرب يمكن يكاد يكون هو مغمور لحد البعيد، وكلنا اتفقنا على هذه الاشياء وهذه الجزئيات، وليس هنالك غضاضة بانه نتائجه اكدت بانه هو ليس في حجم المنتخب السوداني، يمكن ان نغيره ونغال في ممكن نغيره الان في الوقت المناسب، وانا افتكر الوقت كان مناسب اكثر من ذلك في يعني فتره يعني في فتره سابقه كان والان بتفتكر استمراريته قد تقود لنتائج ايضا سلبيه؟ انا في اعتقادي يجب ان تكون هنالك اضافه حقيقيه من الكادر الوطني السوداني اللي هو عندنا نحن كوادرنا الموجود الان، اضافه اللي في وجوده هو كمدرب اذا العقد ملزم في الاتحاد العام ملزم بالاخوه في الاتحاد العام بانه حتى لا يطلع الشرط الجزائي او تعويض خلافه، فانا افتكر بانه وجود مدرب عام للمنتخب السوداني بشكل مش مدرب على حد عن مدرب عام عدم كفاءه خالد بقيت الحكمه، بل بالعكس انا افتكر انه خالد بقيت حتى دوره في الحته دي قد يكون محدود، لانه هنالك واضح هنالك اختلالات حتى ابسط يمكن المدربين يمكن المبتدئين في ليس في مستوى المنتخبات الانديه كان يرى بان هناك خلل واضح في طريقه المنتخب في طريقه اداؤه في طريقه اختياراته في طريقه طيب في تشكيلته المباراه الاخرى. في المرحله دي بتفتكر انه يعني الان المنافسات نحن شغالين في المنافسات وعندنا كثير من المنافسات، تفتكر في المرحله دي اولى الان ونحن لا نوقف في منتصف الطريق
يتولى زمام مدرب وطني لأنه عارف القدرات والإمكانيات، وبعد ذلك ممكن يأتي مدربني في المرحلة القادمة؟ الوقت مناسب، وكان في ممض أكثر من مناسب أكثر من الآن مناسب. يجب أن يكون الوقت حازم، إما أن نلغي الاستمرارية بهذا الشكل ونتقبل كل ما يحدث من هذا الجهاز الفني على رأس الكرواتي، وإما أن نتخذ قرار شجاع يكون في مصلحة الوطن مصلحة المنتخب من الوطن المنتخب الوطني فوق كل اعتبار. يجب أن يكون هناك اختيارات، والدولة لديها القدرة الآن تدفع لمدرب بقدرات كبيرة جدا دون كسع المنتخب المصري ودون المنتخب السعودي الآن استعاد بمدربين الآن بدأت تبني في منتخبات بشكل جيد جدا بشكل مغاير. لذلك يجب أن نكون نحن مؤمنين تماما نزل التغيير حتمية مش حتمية التغيير، وقت التغيير قد آن، ولا بد أن نتخذ عندما تأخر الأمور في كثير جدا يستحصل يحصل تفاقم نوع من يمكن ثاني من الصعب جدا استيصال لأول مرة سينتقل أو سينتقل العلة من الجهاز الفني للاعبين، وبالتالي يكون إحباط جماهير، وبالتالي تفقد كل هذه القواعد لأنك تعيد سيرة المنتخب وتعيد المنتخب السوداني لانتصارات ربما من أسهل المنتخبات الأفريقية. يمكن نحن نتلقى الخسائر وللأسف الشديد شهدناها في كثير جدا حتى في الخرطومين. نعم، يمكن في حديث بيدور على انه يمكن العقد يمكن متبقي له نهايه ديسمبر. نعم ديسمبر. فده وقت مناسب الان الناس لما لا بالكاد يكون تكون انت لكن حضرت البديل المناسب او جهزت البديل المناسب لتولي المهمه. نعم، لانه تولي مهمه منتخب بلاد انا افتكر ليس بالشيء السهل. يجب ان تكون علي محض دراسه كبيره جدا من كل اللجان المختصه الفنيه في الاتحاد العام والقائمين على امر المنتخبات، ان تكون هنالك اختيارات وسيره جيده جدا وفي راتب يستحق هذا المدرب ان يتولى المنتخب السوداني. وافتكر بانه الفرصه مواتيه الان، احنا في تحسين كثير جدا في صور كثير جدا من الاشياء اللي كانت سالبه في الوقت الماضي. نحتاج لان نحضر الصوره الحقيقيه عشان نتعامل بيننا، يمكن ان احنا يمكن ان نصلح الان نصلح ما ما ما, ما افسد الدهر سابقا، ام نستمر في هذا التدهور المريع للاسف الشديد، في ظل نحن ندعي بانه نحن الان اصبحنا نملك كثير جدا من الاراده في ان نحن نعيد خارطه السودان رياضيا. نعم، على مستوى خاصه الأمر. انه يعني الجمهور يمكن في الفترات السابقه بعد الثوره حصلت له انتعاشه حس جميل جدا وطني وشوف مشاهد، يعني المنتخب الوطني كان فقير وكان يتيم، كان ما في الان اصبحت القواعد الجماهيريه حتى للاعلام ترفرف وعلى مستوى السودان اشياء يمكن جميله جدا التنوع الوطني يجب ان يستثمرها. نعم، لذلك يجب ان يكون نوم ثبات الاخوه في الاتحاد العام ان يصحى الان من الان. نعم، ان يصحوا من ان يروا كل ما يمكن ان يستحق التغيير الان يتخذ القرار. نعم، والا ستكون هنالك كوارث كبيره جدا للمنتخب. نتمنى لا تكون هناك كوارث. ننتقل للقمه، المريخ يستضيف الهلال وفي الدوري الممتاز. اول حاجه كيف تابعت الدوري الممتاز؟ والله يمكن على غير العاده يمكن في هذا العام هو نحن يمكن عبر النقل التلفزيوني تتحلينا كثير قليل جدا من انه فرصه نشاهد المباراه من داخل الاستاد. نعم، يمكن كثير جدا من الظروف. نعم نعم، لكن متابعين كثير مباريات والنتائج ونلين بكثير جدا ما يحدث في الاستاد، الزيارات الصحفيه الورقيه او الوسائط، نتابع كثير جدا المباريات اللي تنقل عبر قنوات الملاعب الرياضيه خصوصا مباريات القمه. نعم، الدوري الممتاز شايفه هذا الموسم متارجح المستوى، متارجح بالدلاله انه حتى الان يمكن الصداره حائره وفرق المؤخره ليس فيها هي فرق المؤخره، الفرق اللي يمكن تقبح في نتائج متارجحه ما بين الخساره وعدم الفوز كثيره جدا، المعطيات الفنيه دون الوصل حتى الان. نعم، رغم ان احنا في الاسبوع العاشر للدوري، لكن نتمنى انه يكون يرتفع المستوى. نعم، تطور قليلا لانه في تطور الدوري في قوه التنافس في الدوري الممتاز تستخلص منتخب وطني قوي جدا، نتحدث ربط الجزئيه بالدوري الممتاز. نعم، الدوري الممتاز يمكن ظروف الموسم السابق وانتهاء المدخر وهذا الموسم يمكن تداخل مع الموسم السابق، فتره الاعداد كان بسيطه، كان متوقع بانه النتائج بالنسبه للانديه تكون في هذا الشكل يعني. تاخر في النتائج، تراجع هي تلاقي الخسائر، الظروف الاقتصاديه بالتاكيد، والتغيرات اللي حصلت في البلد بالتاكيد كان لها بالغ الاثر في على الرياضه عموما وعلى الانديه السودانيه بما فيها انديه الدرجة الممتازه. نعم، الملاحظ انه في الفتره الاخيره الاهتمام بالمنتخب الوطني اكثر من فرق القمه، يعني لاحظ الجمهور يعني بيهتموا يعني، وحتى مباراة القمة غدا ما في زخم، يعني مباراة المنتخب الوطني كان فيها زخم أكثر. حقيقة يمكن نحن كنا زمان يمكن بندي أهمية وأولوية كبيرة جدا لإلغاء القمة، وتجي تلقى شد قبل أسبوع ولا شهر من المباراة ناس تتحدث عنه بشكل كبير جدا ومبالغ. نعم، ده اهتمام جيد جدا بأنه
عظم الحس الوطني، نتحدث عن انه الحس الوطني اصبح الان ينتاب الجميع، ودي من الاشياء الايجابيه جدا. نعم. لكن يجب ان تكون في المسار الصحيح. نعم. ان تكون في السلوك الحضاري اللي بيحكي فعلا ان احنا في الحضاره، لانه الرياضه هي سمو وسلوك واخلاق وكثير جدا من الاشياء التربويه اللي احنا نهدف لها بان نصل بها حتى على مستوى كره القدم، بان تنهض سلوكيا بالفرد وبالمجتمع، وبالتالي يكون سمعة البلد هي في أيدي أمينة. وما نتمناه بأنه نحن من خلال الغمة أن يكون هنالك غمة، لأنه غمة البلد ليست بالأمر السهل. غمة الهلال المريخ هي غمة في كل شيء، وغواب المنتخب السعودي من 70% من الهلال المريخ. نعم. وده ما يؤكد بأنه هنالك فوارق في الدرجة الممتازة، وبين أن هناك فوارق في الدرجة الممتازة، إن لم تحدث أن تكون هذه الفوارق ضئيلة وفيها تغارب، سيكون هناك اختلاف في المنظومة بتاع الدوري الممتاز، ولا يعقل أن يكون الدوري الممتاز من 96 و95 حتى الآن حصريا على الهلال المريخ. يعني لم يصر منافس ومنافس حقيقي للدوري الممتاز، تظل الخلاصة بتاعت الدوري الدرجة الممتاز هي حصريا على المحلية. نعم، دي مشكلة ودي إشكالية حقيقية. دي مشكلة إشكالية حقيقية. طيب تابعت الفريقين في ال نعم تابعت الفريقين. نعم. شايف نتائجهم كيف في الدوري الممتاز؟ متأرجحة ما بين 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 الجيدة ودون الوسط. الهلال يمكن ليست في أشياء الاحتيادية بأن يخسر مباراتين متتالية وتعادل في الثالثة. المريخ أيضا يمكن تعادل في بعض المباريات، يمكن كانت في داخل أرضه. نعم. داخل ملعبه، وكان من الصعب جدا على أندية هلال المريخ أنها تخسر في ملعبه. الهلال خسر في ملعبه، المريخ تعادل في ملعبه. نعم. بالتعادل، حتى التعادل بالنسبة للغمة كان في ملعبه خسارة. نعم. يعتبر نعم. في 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 حسابات الخسارة. نعم. ولذلك يمكن تتحسن النتائج ما بعد يمكن الدورة انتهاء الدورة الأولى، نتوقع بأن الدورة الثانية يكون فيها تنافس كبير جدا. لكن المستوى ليس بالمستوى الجيد المأمول بأن يكون، لأنه في خلال المريخ من حيث الإمكانيات المادية هي رصيد لأنها تكون في تفوق فني على بقية الأندية، لأنه الأندية الأخرى تعاني كثيرا جدا من النواحي المادية وكثير جدا من ناحية عدم وجود مساكن لها، عدم وجود استراحات بشكل جيد جدا، عدم إقامة معسكرات طويلة بشكل جيد، الأجهزة الفنية تحتاج لعمل فني متصل، تكتفي بكثير جدا من في ترحالة بأنها قبل يوم ويومين في المدينة المستضافة فيها الفريق أنه يؤدي تمرين الختام ويؤدي مباراة بأي شكل تطلع النتيجة ما ذات أهمية بالنسبة ما ذات أهمية، خاصة لو رجعنا بنلقي أنه الفريقين فقدوا نقاط كثيرة في الدوري، يعني ما كان بيحصل 8 إلى 9 نقاط كانت. نعم. فقد خسارة كبيرة جدا. نعم. وفي شوف الأسبوع العاشر. نعم. تحدث عن الأسبوع ليس بالدوري الكامل. نعم. وبالتأكيد نسبة الأهداف اللي دخلت مرمى الفريقين يؤكد بأنه هنالك أشياء كثيرة جدا صح. نعم. يمكن أثرت حتى الآن في شكل هذه الخسارة بالنسبة للهلال وبالنسبة للمريخ أيضا. لكن أفتكر بأنه جيد جدا أنه الفريقين يعتمدوا الآن على جهاز فني وطني. نعم. يمكن أن يكون بكثير جدا من الأشياء يمكن أن تحدث هذه الفوارق بالنسبة للأجهزة الفنية في الناديين. نشهد وضع الهلال المريخ الطبيعي في انه في رياضه، وممكن في هذا الموسم استثنان يمكن فريق الامل اصهر الان منافسه وتشبث. نعم. بالمركز الاول، ودي من الاشياء الجيده جدا. نعم. يمكن تحفز بانه يصهر منافس من خلال الموسم، رغم قناعاتنا حتى الان المستوى لم يرقي للمستوى الممتاز. نعم. يعني هل يعني عدم الحماس الجماهير او عدم التشنج، انا ملاحظ في هذه المباراه حتى في الميديا ما في التشنج اللي كان حاصل، هل ده ممكن ينعكس على اداء اللاعبين؟ اكيد، لانه تعودوا اللاعبين على الجماهيريه. نعم. والجماهيريه تشكل اضافه معنويه للاعب، نفسيه كثير جدا من الجوانب التحفيزيه. بالاضافه الى انه كثير من المتغيرات يمكن حدثت ايضا اللاعب يكون مفكر بها توكيد كثير فعلا جداً. سليم ده كلام حقيقة سليم حقيقه. نعم. وهذا الامر يمكن خفف كثير جدا من الحده اللي كانت ضغوطات. نعم. نعم. كانت عليها سابقا. نعم. ما يعني بانه نحن جيد جدا بانه الانديه تتساوى، لكن في لادنا دي ما جيده، دي ما جيده، ما من الاشياء الجيده، ما 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 يجب ان احنا يكون تنافسنا لانه اصل مستوى الاعلى، ومن ثم اكون متفوق حتى في على المستوى الاعلى في كثير جدا من الاشياء اللي يمكن تجعل الفوارق بسيطه بين بين هذه الانديه. وده ما يمكن ان يحدث، ده ما يمكن يحدث لو عدنا ترتيب البيت الاداري للانديه في شاكلتها، يمكن ان يحدث هذه الفوارق. لدينا من قدرات من الشركات ما يكفي. نعم. لماذا لا تكون الانديه في شركات مساهمه عامه؟ لماذا لا تكون هي خاضعه فقط للافراد؟ نعم. ويشكل كثير جدا من الضغوطات الاداريه، فكثير جدا من
من الغرارات. ده ما يقودنا لانه الان بعض الانديه في الولايات يمكن في مجالس تسير للاسف الشديد. نعم. الانديه كبيره شوف تراجع هلال الابيض غير مبرر، تراجع كبير جدا. نعم. في الموسم السابق كان احد الاضلاع الممثله في كان الفريقية حتى قدم مستوى جيد جدا جدا. نعم. تراجع الفريق بشكل كبير جدا وكثير جدا. اهلي شندي ليس اهلي شندي كما كان في السابق، وبالتالي افتكر بانه الناس ترجع تعود لمنظومه السباق في الدوري الممتاز المحلي. وننسى كثير جدا من انه احنا نرجو وننتظر من الدوري الممتاز ان يصغلنا. نعم. للشيء الافريقي، لانه الانديه تطورت بتطورات الدوري المحلي. نعم. والدول تطورت من خلال المنتخبات بتطور الدوري المحلي. نعم. بشكل الرعاة، بشكل المسابقه نفسها، بشكل المحترفين اللي يفترض ان يتواجدوا داخل الملعب. وبالتالي اشكاليات كثيره يعني جدا. يمكن خالد ظاهر الان في قطر، في السعوديه، في مصر، في الامارات، يعني تشعر انه منتخبات الوطنيه قويه جدا من خلال الدوري، افرزوا الدوري من مستويات عاليه. نعم. حتى في ليبيا انهكت الحروب. نعم. حتى في تونس اللي كان متوقف الدوري. نعم. حتى في العراق الان تدور فيها حروب طاحنه جدا. نعم. فتطور ايضا ويبقى اختيارات محدده بانه ما متاح لك من كوادر محليه. بتجد الاهتمام، بتجد الرعايه، بتجد التطور من الناحيه التدريبيه، من الناحيه الفنيه، من ناحيه المعسكرات. بالاضافه لشكل الاضافات الان شوف اللاعب المريخ بكر المدينه اللي هو محترف في القوه الجويه العراقيه. نعم. الان العراقي. نعم. حتى الان يبحث عن موطئ قدم له في نادي الجول. رغم انه اختياره كلاعب محترف، ده ياكل لك بانه حتى نحن اذا بحثنا عن الاحتراف من خلال الدوري المحلي. نعم. ستجد صعوبه للاعبنا المحلي، لانه هنالك اخفاقات، هناك سلبيات كثيره جدا تصلح في هذا اللاعب. نعم. في طريقه الاحتراف وتعامله مع الاحتراف. نعم. ليس امرا فنيا فقط، ونحن ما ننتقص من قيمه بكري. نعم. لاعب كبير جدا ولاعب منتخب ولاعب وغيره. لكن هنالك اشياء انتقصت فعلا حقيقه. نعم. انتقصت. نعم. منه كثير جدا في انه يوجد مكانه في الدوري العراقي. الدوري العراقي قوي جدا. نعم. رغم الاشياء السياسيه. نعم. نعم. فنتمنى ان دورينا يكون بهذا المستوى اللي تتكلم عنه. وبنرجع للفريقين القمه، المريخ بيستضيف الهلال. من خلال متابعتك، اذا تحدثنا عن تشكيل المريخ يعني ومتابعتك، منو من اللاعبين اللي بتشعر انه ممكن يكونوا موجودين في المنتخب المريخ، او اللي لفتوا انتباهك من خلال الفتره السابقه؟ شوف، انا ندير ارتباطات كده طبيعه. يمكن الجهاز الفني كابتن جمال عبد العزيز لاعب بطبعه، كان لاعب غيور، لاعب غيور غالب قوي جدا، ولاعب شرس، لاعب يمكن ستايله هو في اللعب القوي. نعم. فلذلك يمكن تتوقع بانه يكون اختيارات من العناصر ذات القوه لديه القدره في عند نعم، خصوصا انه في مؤشرات اختيار ملعب الخرطوم لم ياتي من فرق مع قرى الحقيقه. بالتاكيد بالتاكيد. نعم. يعلم تماما بانه ملعب استاد الخرطوم من الصعوبه مكان انه اي لاعب يحتاج لمواصفات خاصه. من اللاعبين يحتاج كثير جدا من اللاعبين، تحتاج وبالتالي يمكن تكون مؤشر كبير جدا بانه الجهاز الفني لنادي المريخ عرف انه يبدا خطواته الاولى في اختيار ملعب المباراه. كابتن جمال عبد العنجا بالتاكيد قراياته للمباراه ستعتمد على انه يلعب، كيف يدافع، كيف يستثمر مقدمته الهجوميه، كيف يتعامل مع قوه الهلال في بعض الافراد. وبالتالي ده ما يجعله بانه المباراه ستكون منتظره من الناحية الفنية بالنسبة للجهازين الفنيين في صراع قوي جدا. نعم. سينتصر من سيغري أفكار الآخر قبل أن يحدث الفارق. نعم. وبالتأكيد الجهازين الفنيين الوطنيين للفريقين هم لديهم الآن كله يعرف بعض. على أكمل وجه. وده ما يسهل بين المباراة بالنسبة للجهازين الفنيين دون ضغوط. نعم. على غير العادة نحن تحدثنا قبل عن عدم الجماهيرية وعدم الزحمة. يعني المباراة بدون ضغوط بكل حسابات. ما فيها ضغوط كبيرة. أول مرة يمكن تحدث أن الأسبوع العاشر خلال المريخ يتلاقوا في الأسبوع العاشر. كلام سليم صح. كانت دائما جرت العادة في أنه في أواخر خواتيم الدورة الأولى أو خواتيم الدورة الثانية. نعم. فدي وافتكر بان ايضا من المعالجات ممكن تكون في النسبه للدوري والظهور الجيد، والنامل في انه يكون قوي. وبالتالي يمكن يسهل الامور كثيرا جدا للاجهزه الفنيه بان مباراه الغد تكون بدون ضغوط. نعم. ومتوقع جدا بانها تكون بشكل جيد فنيا. انا اتوقع انها تكون بشكل فني لانه حتى للاعبين بدون ضغوط. بدون ضغوط كبيره. بالاضافه لانه القوام بتاع هلال المريخ هو تشكيله المنتخب الوطني. نعم. اذا من المباريات المحليه والمباريات الدوليه اخذوا ما يكفي. وكانوا موجودين ذاته مع بعض يعني حتى اخر مباراه. حتى اخر مباراه دي برضو عندها تاثيرها. نعم. نعم. من حيث السلاسه والانصراف للكوره. الانصراف. نعم. نتمنى ان يكون السلوك حاضر، نتمنى ان تكون تحكيم مباراه جيده جدا، يتوفق الاخوه في الاتحاد العام ولجنه التحكيم بانه اختار الحكم الغوي يتماشى مع اهميه هذه المباراه بالنسبه للناديين. وبالتاكيد يمكن مركز الناديين في 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 الدوري يحتم عليهم بانه المباراه تطلع بالشكل الجميل. نعم.
الكل يبحث عن انتصار بالتاكيد. اذا عدنا للهلال بيتحدث عن انه الجهاز الفني المكون من صلاح حمد ادم والكابتن هيثم مصطفى الان هم اليوم فتره طويله جدا بانه هم في اداره فنيه ويمكن ان يكون وصلوا لضالتهم من حيث التشكيل بالنسبه لهم. ما يميز الهلال الان اصبح قوام قريب جدا بانه هو بعد مباراه هلال كادوغلو وبعد مباراه الامل عبره اللي هي كانت الامتحان العسير جدا بالنسبه للجهاز الفني وعلى ترتيب البيت الهلالي من خلال هذه الهزائم. ربما ضرت النادي في هذا ما حدث بالنسبه للجهاز الفني للهلال. استفاق الهلال كثيره جدا، استفاد من هذه الهزائم، عاد لثقه الانتصارات، عاد بشكل ثبات التشكيل، عاد لتشكيلته الاساسيه، عاد طريقه اللعب حتى نعم. وبعدين لعبوا مع بعض فتره طويله جدا. بتفتكر منو في الهلال اللي ممكن يمثل الهلال من العناصر الموجوده الان؟ لا تخلو ممكن من العناصر المنتخب القومي بالاضافه لجمال سالم في حراسه المرمى بالتاكيد ممكن يكون الخيار الاول بالنسبه للجهاز الفني لقرب مشاركته في اخر عنده الثبات في المباريات الكبيره ممكن التفوق على زملائه يونس رغم جودته نتحدث عنه، لكن نوعيه هلال المؤرخ ايضا فيها خصوصيه كبيره جدا. نعم ونحن نتحدث عن انها هي مباراه قمه وبالتاكيد هي مباراه بطوله بذاتها رغم نتحدث عن انه عن الشله نعم لكن برضه هي عندها دفعه للاعب هي هلال المريخ. نعم هي هلال المريخ الدور الغايم بذاته البطوله المحببه اللي ممكن تبرز لاعبين يمكن اي لاعب يكون عايز يلعب في هذه المباراه بالتاكيد. كابتن خالد لعبتها هلال المريخ عدد مباريات وكانت بالنسبه لي هي المباراه صعبه وسهله في نفس الوقت. نعم مباراه صعبه وسهله نعم صعبه جدا جدا لانك انت بتجد نفسك في انك انت بتلعب امام كله الفرق. نعم ما بتلعب قدام فريق واحد وبالتاكيد بتضع لها الاختبارات النفسيه الخاصه والتجهيز النفسي وان لم تكن في كامل جاهزيتك ربما تخصم منك كثير جدا. كلام سليم. المباراه يمكن بتديه دفعه اللاعب الهلال والمريخ بتديه دفعه مباراه القمه ده يمكن يحرز كثير جدا من الثبات في التشكيل ويمكن ان يظل في كشف النادي لسنوات عديده. نعم. خصوصا عندما يمكن يجانبك الحظ في انك انت او يكون بجانبك الحظ بانك انت تحرز لك هدف في مباراه هلال المريخ. نعم بديك لاعبي الوسط ولاعبي المقدم الهجومي. نعم. او تكون من اللاعبين المبرزين في نجوميه المباراه. نعم. بالنسبه للمدافعين بالنسبه لحراسه المرمى حامد بريما سابقا احمد ادم احمد النور وكثير جدا من الحراس وكثير جدا من المدافعين سفاري نتكلم سيف مساوي نتكلم عن مجموعه كبيره من اللاعبين. طيب قبل ما اختم بتتوقع من المريخ يعني نقول ايه باقي دقيقه من المريخ منو اللي ممكن في هذه المباراه بتحس انه هو ممكن يكون عنده الدور الاكبر في نتيجه المباراه؟ منو من اللاعبين هل هو راس الرمح بتحس انه في المريخ؟ والله شوف اللاعبين في المريخ في لاعبين مميزين يمكن رمضان عجب لاعب مميز التيش لاعب مميز وبالتاكيد لاعبين لهم بصمتهم في المريخ من الناحيه الفرديه ومن ناحيه اسلوب المدرب. نعم جمال لكن بيعتمد دائما على الجماعيه في الفريق والقوه لكن لابد منه يكون درس الهلال جيد عشان يخلق التفوق في اي جزء من المباراه. وعندك منو في الهلال؟ في الهلال بتفكر بانه المنظومه الجماعيه عندنا ولد الشعر لاعب متمكن لاعب خبر مباراه هلال المريخ بشكل جيد لاعب لديه الان كاريزما ولديه طموح كبير جدا محمد موسى اصبح لاعب منافس جيد جدا وسط الهلال ككل تحدث عنه كمنظومه دفاعيه وصناعه لعب متميز جدا يمكن يكون هو العلامه الابرز في مباراه الغد. نتمنى بان المباراه لا تخزينه وتكون هي مباراه قمه حقيقيه في كل النواحي السلوكيا والرياضيا وقمه كرويه حقيقه يحتاج الى الجمهور في هذا الوقت العصيب بانه قليل من الاستمتاع. نعم تقلل لي شويه من الضغوط الحاصله عليه. انا بحيي كثير كابتن خالد الزومه وبشكرك ونتمنى انه زي ما قلت تطلع المباراه في ثوب جميل. شكرا لك كثير كابتن خالد. شاكر لكم دائما قناه الشروق والسباقين ان شاء الله تكونوا دائما في القمه ان شاء الله. اهلا وسهلا كابتن خالد واهلا بكل المشاهدين.